اليوم كيف ما كنعرفوا انه الاحتجاجات كبيره اللي بدات تترفعها الطبقه ديال رجال التعليم، وهي بالنسبه لنا احتجاجات مبرره ومعقوله، لان دائما هما لهم مرتكز اساسي ماشي هو النظام الاساسي اللي جابته الوزاره واللي هو جيد وفي المستوى، ولكن هو الالتزام الحكومي ب 2500 درهم، 50000 ريال اللي قالوا غادي يزيدوها من بعد ما يتسلموا التدبير ديال الشان العام. الحكومه يعني تسلمت تدبير الشان العام وسنتين الآن ونصف مرت ولا شيء تحقق. الآن رجل التعليم لا يرى سوى التزام الحكومة بما أقرته في تصريحها وفي برنامجها الانتخابي. واضح. ما العمل؟ النقابات الآن والحكومة في واد، والتنسيقيات ورجال التعليم في واد آخر. النقابات تنسق مع الحكومة والتنسيقيات تنسق مع رجال التعليم. إذن لن نصل إلى حل. الحل يبدو هو على رجال التعليم أن يقوموا بخفض التوتر والعودة إلى الأقسام أولا، وعلى الحكومة ثانيا أن تلتزم بهذه 2500 درهم وتضع أجندة لصرفها لهذه الطبقة الشغيلة. خارج هذا الحل سيبقى الصراع دائما، كل يغني على ليله، التنسيقيات ورجال التعليم هنا والحكومة والنقابة هناك، ويبقى الضحية الأول هو التلميذ ديال وليداتنا، وليدات المغاربة اللي كيمشيو للتعليم العمومي. إذا علينا أن نحكم العقل وأن تكون لنا يعني روح وطنية ومحبة لهؤلاء التلاميذ، وأظن أن رجال التعليم هم يعيون ذلك، ولكن السياسة التي يتم التواصل بها معهم هي مشكل أيضا. على الحكومة أن تجدد أو تفكر في طريقة جديدة للتواصل والتفاعل مع رجال التعليم، لأن هؤلاء ليسوا يعني، أنت لا تتواصل مع رجل المال والأعمال، أنت لا تتواصل مع رجل الرياضة أو مع رجل ميكانيكي أو رجل فيزيائي، أنت تتواصل مع رجل تربية، ولا بد من إنزاله منزلته، لأن التربية هي منزلة مهمة في المجتمع وفي هذا. على الحكومة أن تضع استراتيجية جديدة في التواصل، وأن تلتزم بالوفاء بما ربطته بعنقها أثناء تقديم البرنامج الانتخابي. دير عطيونا 2500 درهم، نعطيكم 2500 درهم، ولا ما عطيناكمش 2500 درهم ضربوا علينا بالحجر. الآن يحصل الحظ، إلى اليوم راه باقي ما كيضربوش بالحجر، راهم كيخرجوا تيقولوا كلمة أنكم أعطيونا، لأن تصور دابا 5000 درهم وكتعينوا في الرباط، أي كريبيا، ودابا الحكومه وهو يمشي يكري مثلا في الضواحي الرباط في زعير ولا في تماره ولا في اخر شيء يكري به 3000 درهم، وخصو التنقل وخصو هذه ومدينه اخرى ايضا، لان لا بد من النظر، لان في ظل هذا الراتب الشهري راه كانت واحد الغلاء كبير ديال الاسعار، وهذا ما ليس على مستوى التعليم فقط، راه باقي الشرائح كلها وباقي القطاعات كلها. على الحكومه ان تعيد النظر في منظومه الاجور وتجعلها متحركه وترفع من قيمتها ومن الحد الادنى للاجور. بخصوص ان السوي بعوض ان الحكومه باش تنزل معهم طاوله الحوار، وقال لهم لا يمكن لي ديرها الدوله. هذا السؤال يعني الذي انطلقه من نوهبي هو ليس خاطئا، وليس خاطئا، ولكن هو ما قلته لك في الأول، أن النقابات بقت مع الحكومة في واد، والتنسيقيات والرجال التعليم في واد آخر، كأن الخطاب أو الملف المطلبي الذي يقدم هو منفصل لا يصل، هناك فراغ أو هناك قناة يعني واقفة يعني غير قادرة على نقل الملف المطلبي من هذا الفئة إلى المؤسسة، والمؤسسة نفسها غير قادرة على تصريف خدماتها أو حلولها إلى الفئة ديال رجال التعليم. هذا هو المشكل الذي خلصناه في التواصل، وهبي انطلق من هذه الرؤية، وإن كان يعني أخطأ في طريقة التعبير وطريقة الإيصال للفكرة، لكن المرتكز هو صحيح، ولكن أخطأ في تبليغه. أقوله أنا بطريقة أخرى، على الحكومة وعلى رجال التعليم أن يجلسوا إلى الطاولة عبر المؤسسات وليس عبر تنسيقيات عدمية ليست لها الصفة في محاورة المؤسسة الرسمية اللي هي الحكومة.
يعني هناك نقابات. الملف المطلبي اللي عند رجال التعليم يجب أن يدبر عن طريق النقابات، والنقابات هي التي تحاور وتحقق الملف المطلبي في حوارها مع المؤسسة اللي هي الحكومة، وهذا يحتاج كما قلت إلى تواصل. هذا رعلي قائم بين الوزارة وبين رجال التعليم هو غير صحي تماما، غير صحي بتاتا. بالعكس خص الحكومة الحالية أنها تنصت لهاد رجال التعليم اللي كنعتبروهم يعني هما الرجال اللي كيكونوا لنا جيل الغد. احنا كحركة شعبية في الحكومة السابقة اشتغلنا على هذا النظام الأساسي، وكنا خرجنا بمخرجات توافقية مع جميع الأطر التعليمية، إذا به أن الحكومة دخلتنا في صراع تاني مع رجال التعليم اللي كان حنايا في غنى عنها اكثريه في هذه المرحله، اللي خص الجميع يلتحم ويدير اليد في اليد باش نزيدوا القدام بهذه البلاد. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.